نحن في زمن صعب، في الزمن الذي تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، القابض فيه على دينه كقابض على جمر. الآن الذي يتمسك بالدين تمسكا تاما يجد صعوبة شديدة، جيرانه يعارضونه، أهله يعارضونه، الموظفون معه في العمل يعارضونه، الأصحاب يعارضونه. إذا أراد أن يتمسك بالدين، أليس صار بعضهم إذا تمسكت بالدين يقول لك باللغة العامية ليش مسك حنبلية؟ أليس هكذا صار بعضهم يقول؟ وأنت تريد أن تتمسك بالدين، أليس الواحد إذا كان مسافرا في الطائرة في الغالب وأدركته الصلاة ويريد أن يصلي يمنعونه من الصلاة؟ في الغالب يمنعونه من الصلاة، حتى بعضهم يستعمل كلمة ممنوع، يقول له ممنوع أن تصلي، وهو ماذا سيفعل؟ لا يضر أحدا، أليس يقف للذهاب للخلاء يسمحون له؟ أليس يقف إذا أراد أن يمشي ليتريض إذا كان السفر طويلا أليس يسمحون له؟ إذا قام للصلاة يمنعونه، أليست هذه بلية وصعوبة؟ والشخص إذا أراد أن ينهى عن المنكر أليس يعارض في كثير من الأحيان في هذا الزمان؟ ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يصير فيه المعروف منكرا والمنكر معروفا. أيضا هذا وصلنا إليه، أيضا هذا الزمن الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا إليه. إذا واحد عمل الفواحش والرذالات والمفاسد يقولون هذه حضارة، هذا مع الحضارة، نحن في القرن 21 يقولون له. وإذا تمسك بالدين بعضهم يقول له هذا تأخر، هذه رجعية. أخبرني شاب في بيروت صاحب خلق حسن ويعامل أهله بمعاملة حسنة، لكن أمه خبيثة، وهو يطيعها فيما لا معصية فيه ويبرها ويقوم بخدمتها، لكن هي خبيثة ملحدة. وماذا قالت له؟ قالت له: يا ابني أنت كثير منيح بس لو أنك ما بتصلي. يعني جعلت الصلاة مطعنا فيه والعياذ بالله. قالت له: أنت كثير منيح بس لو أنك ما بتصلي، يعني على زعمها أنت خربان لست حسنا. بلادنا ليس في أوروبا، ليس هنا، في بلادنا التي بالأصل تسمى بلاد العرب، بلاد المسلمين، ومثل هذا يحصل. منذ بضعة أيام حصل في بيروت مطر ثم انقطع المطر. أخبرني شاب يأخذني للدروس، قال لي: صديق لي ينتسب للإسلام، قال والعياذ بالله، قال باللغة العامية ما معناه بفصحى، قال: الله ذهب لينام وأقفل حنفية الماء. هذا ينتسب للإسلام، قال: الله والعياذ بالله ذهب لينام. الصغار والكبار يعرفون: لا تأخذه سنة ولا نوم، مشهور في الأطفال يعرفون عند المسلمين. هذا ينتسب للإسلام ويقول هذا ولا يراه كفرا، لأنه إذا كلم ماذا يقول؟ عم نمزح. من أين أخذ هذا؟ من بعض المشايخ الفاسدين يقولون له: إذا لم تنوي الكفر لا تكفر. يقولون له: إذا كنت غضبان أو كنت مازحا لا تكفر. واحد في بيروت كان يسمى شيخ القراء، يسكن ناحية بيت أهلي، جاره من إخواننا درس عندنا والحمد لله. هذا الرجل يأتيه الناس لقراءة القرآن، يحفظ القرآن على القراءات. قال لي جاره من آل الحلاق، قال لي: كنت أسمعه إذا غضب يسب الخالقة. هذا ينفعه حفظه للقرآن مع كفره؟ لا ينفعه، يسب الخالقة سبحانه وتعالى. هذا يؤخذ منه علم الدين؟ تؤخذ منه القراءة؟ لا، ليس ثقة. كافر هذا، يسب الخالق وهو شيخ على رأسه لفة والناس تقبل يده، ويأتي المسجد يعطي الدروس، ليس شاهد واحد، أكثر من شاهد شهد عليه بالكفر لهذا الإنسان. فمثل هذا لا يؤخذ منه علم الدين، ليس بشيء. هذا ليس بشيء مهما حفظ الإنسان، لو حفظ مليون مجلد إذا لم يكن على عقيدة صحيحة لا تنفعه، كل هذه المجلدات لا تنفعه. لو حفظ مليون ليس ألف، لو حفظ مليون ملايين إذا كان على عقيدة فاسدة كل هذا لا ينفعه.
فهذا الطريق لتحصيل العلم. لذلك نحن نقول للناس احضروا مجالس علم الدين التي تعطى بالمشافة حتى تستفيدوا. يا أخي أتعلم.